السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. المهم كما كتشوفوا هذا النهار راني كندير الفول، غندير ان شاء الله الغدا. المهم الناس اللي كيعجبهم الفول يبقى حتى للتالي، يعني طريقه زوينه ديال الفول وكيجي غزال، يعني كيجي ان شاء الله غنديرو مشرمل. المهم تقريبا هنا عندي 3 كيلو ديال الفول. المهم كل واحد يدي الفول على قد يعني شحال اللي كاينين في الدار، يعني هذا الهضره ديما كنقولها. انا درت 3 كيلو، يعني غيعطيني واحد الكميه صغيره، والناس اللي بزاف بيهم تبارك الله يزيدوا. ودابا ان شاء الله غنبداو. كما كتشوفوا المهم هنا الفول كما وريت لكم في الاول، المهم الفول ديما على حسب شحال الناس. وغندير معاه شريطه سخونه ديال الفلفله ومطيشه. الفلفله ومطيشه راني حطيتها في الفران، شعلت الفران من الفوق وخليتها كتشوى، يعني مي كتكون كتشوى كتجي غزاله. ودابا كنقي الفول، دابا نقيتو كما شفتو، وضروري كنزولو لهاديك الطريبيش ديالو اللي كيكون من الفوق، وهادوك الحبيبات ديال الفول اللي كيكونوا شويه قاسحين وكبار كنحلو ليهم الرويس ديالهم من الفوق بالموس، باش كتخلينا ديك الشرموله وكيجيونا زويونين. بحال دوك الصغيورين كنخليهم ساكن هكا كدوك، اصلا دغيا غيطيبو، حنا غرضنا دوك الكبار باش يطيبو لينا وتخليهم الشرموله. حتى الا كان فيهم شي ضريبات هكا في الجناب، حيت الفول شي مره كنلقاو فيها كاش ضريبات، كنزولو دوك الضريبات وكنقيو الفول ديالنا باش ما يكون فيه لا خبشه حتى شي حاجه، يعني كيجينا ديك الفوله ديالنا نقيقيه وزيومنا كما كتشوفوا معايا، يعني كنقي فيه. وكما قلت لكم المهم غنديروه ان شاء الله في يتفور، يعني الطريقه هذه زويونه صراحه، جربتها عجبتني، يعني غنديروه يتفور بالمليحه كما شفتوا. وهنا القزبر والمعدنوس، قطعت الربيطه الاولى ديال المعدنوس والربيطه الثانيه ديال القزبر وكنقطعو مزيان. المهم الناس اللي كيدقوا يدقوه، انا حسب عندي الطحان غطحنوا ليا مزيان، يعني غيجيني بحال الماء ما غاديش يعجبني، هذاك الشيء علاش فضلت باش نديرو غير هكا بالموس ومليحه، وحتى هو كيجي زويب يعني بلاصه الدكان. المهم كما كتشوفوا الفول راه كيتفور. وغنجيب جوج مقلات. علاش جوج مقلات؟ المقله هذه الصغيره غندير فيها كما قلت لكم الفلفله اللي راها كتشوى في الفران، اللي غنديروا ان شاء الله الشلاضه سخونه ديال هذا البرد. والمقله الثانيه غنديروا فيها الفول. تقريبا الطريقه بحال يعني بحال الشلاضه بحال ديال الفول اللي غنخدموه هنا، غنخدموه هنا. درت القزبر ومعدنوس فرقتهم على جوج، طحنت الثومه حتى هي فرقتها على جوج كما كتشوفوا، يعني اللي غنديروه هنا غنديروه هنا، ولكن كيجي مذاق مختلف. هنا درت كما كتشوفوا الثومه والقزبر ومعدنوس، وكنزيد شويه الماء باش الثومه ما تحرق لياش، حتى القزبر ديالنا باش يطيب. هاد الطاوه هذه اللي غندير فيها لاصوص طوماط هي اللي غندير فيها الفول، يعني هاد المقله الكبيره هي اللي غندير فيها الفول. درت لاصوص طوماط كما كتشوفوا، يعني الطريقه ساهله وكتجي زوينه. هذه التحميره المهم درتها شويه ما بقاش، غنزيد التحميره من بعد ضروري. بحال دابا نسمع القه صغيره ديال الكمون، وهذا البزار. البزار انا حيت انا بغيت ندير، هو صراحه ما كيداش، كيدار الحار، انا الحار ما عنديش، وكنت ندير شويه ديال البزار باش يجيني شويه حار. ودابا كنزيد التحميره حيت في الاول ما درتش بزاف. اللي عندها الحار دير الحار، ما ديرش لي بزار، وصراحه كتجي زوينه كيجي غزال. ودابا كنخلي ضروري، ممكن هذاك الشيء كيغلى ويعاود داك الماء والقزبر والمعدنوس كتغلى وتعاود، وكندير الزيت مخلطه. كما تعرفوا هذا الشيء ديال الشرميل ضروري ديروا فيه زيت البلديه باش كيجي غزال. ودابا كنرجعوا كما شفتوا الفلفله ديالي، الفلفله شوات مع مطيشه، ني شويه شات الفلفله غير من الفوق وخليتها تشوات على خاطرها. انا الفلفله مي كنبغي نشويها كنغسلها من قبل وكندير هاد الشوا، مي كتشوى غير كنقيها وكنقطعها، يعني ما كنغسلهاش. مي كنغسلها كنبغي كنحس بها، بس لا هذاك الشيء علاش ما كنغسلهاش من بعد شويه. المهم دابا راني نقيتها كامله الفلفله، وكنرجع ديك الشرموله اللي درت باش ندير الفول ديالي. الفول خليه يفور على خاطرو حتى كيطيب. ودابا ملي الشرموله ضروري حتى الشرموله كتخليوها طيب، يعني داك المعدنوس والقزبر كتخليه وهي طيب مع الثومه، وكتخويو عليه الفول ديالكم. وضروري الماكله ذوقوها، يعني الماكله ما تطيبش مسوسه، الا كاينين شي حدين اللي كياكلوا مساكين الماكله مسوسه.
لا سينو الماكله طيبوها تكون هي هذيك، يعني الا خليتوها حتى التالو دقتوها واخا تزيدوا ليها الملحه كتكون الماكله صراحه ما كتجيش زوينه. ضروري من الاول عندكم الزيت والملحه ضروري خص يكونوا القياس هو هذاك من الاول. دابا كنرجع الشليطه ديالنا اللي كتكون بفله ومطيشه اللي كتكون غزاله هي ديال هذا البرد، يعني انا هذه اكثريه كنديرها ملي كيكون البرد هكا، يعني الشليطه كتنكل سخونه. ودابا كنقطع الفله ديالي هكا مورسيات اللي يكونوا باينين، ماشي نقطعها رقيقه ما تبانش وماشي كبيره تجينا عاود كبيره بزاف، المورسيات يكونوا هكا صغيورين وزوينين. كما كتشوفوا انا درت الفله حمراء والخضراء غير باش نلون، يعني اللي عندها غير الخضراء دير غير الخضراء ماشي ضروري الحمراء. ودابا كنرجع لهاد المقيله هذه اللي غندير فيها الفلفله. كما كتشوفوا الفول راه كيطيب، نقصت عليه البوطه وكيطيب على خاطره. وكنرجعوا للمقيله كما قلت لكم باش نديروا الفلفله ديالنا، حتى هي مليحه، زيت الزيتون، زيت الروميه، التحميره تقريبا غير الاخرى درت لها لاصوص طوماط، وهذه ما غاديش نديروا لاصوص طوماط. المهم كما كتشوفوا كنحاول نشحرها، حتى هي درت لها شويه الماء باش الثومه ديالنا ما تحرقش، يعني هي غير شويه الماء ماشي بحال الماء اللي درنا في في الفول. المهم كما كتشوف مقطعه كطريفات صغار، وهذيك اللي خليتها حاره الفله الحاره ما بغيتش نخلطها على حساب الدراري. ودابا كندير المطيشه ديال اي مطيشه اللي قطعته الفلفله كما كتشوفوا، بحال الناس اللي كيبغيو الحار يديروا لها الحار كتجي غزاله بالحار، انا على حساب الدراري كنفضل ما نديرش بزاف. المهم كما كتشوفوا ضروري كنبقى نشحرها هكا وغنخليها حتى تنشف كاع من داك الماء اللي درت ليها. ان شاء الله انتما غتشوفوا معايا في التالي كيف كتجي، يعني الشليطه نديروها هكا في البرد، نديروها ملي يجي عندنا شي حد نديروها صراحه غزاله غزاله. كما كتشوفوا كنقرب لكم باش تشوفوا هذاك شويه د الماء اللي درنا في الاول راه ما بقاش، وحتى هي كيعجبها زيت البلديه، يعني الا عندكم زيت البلديه ديروا لها زيت البلديه كتجي غزاله بزيت البلديه. وهذا الفول ديالنا حتى هو طاب وكيجي بحال هكا كما كتشوفوا. كنقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى اللي عمره ما جربت هالطريقه الفول ولا طريقه الفلفله مطيشه هكا شليطه سخيخنه يجربها صراحه ما يندمش، وكلها سهله وزوينه وصحيه ودير هذا الوقت. وكنقول لكم بالصحه والراحه، اللي عجبها هذا الفيديو ما تنساليش من اللايك والبارطاج ديالها والكومونتيرات يكونوا زوينين. وكنقول لكم خليتكم على خير.